السلام عليكم الإخوان. كما كتعرفوا هذا هو السيد الكوشي الفم، مريض بالمرض ديال القلب، كيعاني منه المدة ديال عام تقريبا. وهالوراقي ديالو، هذا السيد كان في مراكش ومشى للدار البيضاء وما خلى حتى شي بلاصه. وهذا السيد راه كيعاني بهذا المرض، راه تقريبا كل سيمانه ولا كل 15 يوم كيتبوشا وليه العروق، كيستعمل غير هاد الرشاشه وهاد الادويه غاليين، وهو ما عندوش. السيد مريح غير في الدار، والحاله ضعيفه بزاف، وعنده 5 الوليدات. الله يجازيكم بخير الاخوان، تعاونوا مع هذا السيد، راه الحاله ضعيفه. خوتي الله يجازيكم بخير، انا الحاله ضعيفه، وانا راه واحد الجمعيه ديال الانقاذ، المغرب الانقاذ، هي اللي تكلفت بيا، وانا راه عندي 5 ديال الوليدات، وراه جميع الفيبان دقيتهم ما لقيتش شي علاج ولا، ودابا راه طالبين لي في هذه العمليه 13 من يوم. الله يجازيكم بالخير، راه قصدكم المقصود سيدي ربي الكريم، انتم خوتي وانا راني خوك، وراه هذا العام، هذا العام انا ما عيطتش بعدا، وإلا ما عاونتونيش نتوما ولادي راه غيتشردوا غيضيعوا بالزنقة، راه خبزة ديك الأخرى ما تيش لقيت لي دخلها لي الولاد. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.